تنشيط قوة برخان العسكرية والسيطرة الأمنية في شمال إفريقيا أبرز ملفات قمة الساحل وفرنسا التي تبني عليها موريتانيا الكثير من الآمال حصيلة لسنة من قيادة المجموعة طرحت فيها أغلب الملفات التي فرضتها المرحلة وظروف المنطقة. موريتانيا كانت عندها رئاسة دورية وتقد لابد لها من توظف للتجربة عدلت مدة سنة خلق حراك أساسي ما يخص محل الديون. قمة جامنالا هي تعود أساسا قمة سياسية دبلوماسية واقتصادية. إشكالات عديدة أمنية واقتصادية تعيشها دول الساحل الخمس وحليفها الاستراتيجي فرنسا، يرى مراقبون أنها رغم مستوى الاستراتيجية التي ترسم لها إلا أنها تعمل بوتيرة بطيئة نتيجة لعدم الوفاء بالالتزامات التي يتم التعهد بها كل مرة. هذه القمة ستكون فرصة لدول الساحل وخاصة موريتانيا التي تتولى الرئاسة الدولية لمجموعة دول الساحل لأن تظهر مدى امتعاضها من حجم تعبئة التمويلات التي تعهدت بها المجموعة الدولية. الأمر الثاني هو أن فرنسا لا تنوي أن تخرج بشكل نهائي وإنما تسعى إلى مقاربة تدمج القوات الأوروبية في هذه العملية. قمة جامعة تأتي في ظل حديث عن تقليص التواجد العسكري الفرنسي وتعويضه بدعم أوروبي وانتظار لحضور أمريكي أقوى بإمكانه التصدي للتوتر القائم في هذه المنطقة. من هنا انطلقت مجموعة الخمس في الساحل ومن هنا أيضا حصلت على تعهدات بأكبر دعم مالي كان ينتظر أن يشكل نقلة نوعية لسياستها التنموية والعسكرية، لكنها إلى اليوم لا تزال عاجزة عن تحصيله رغم سوء الأوضاع في هذه الدول. طيب الغوث، الحرة، نواكشوط.